بتحس انه احلى صوره بحياتك بتحطها هي هيدي الصوره صح 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 جوجو هاي اي ميس يو اي ميس يو تو كيفك عملتها شوي كوميديا انا بس هي منه العمل ابدا منه كوميدي بس انا هيك رايحه بهيك بهذا الاتجاه ورايحه باتجاه ثاني الفاشينيستا بالعموم بتورجيك اللي لازم تشوفي انا مورجه بالمسلسل هذا الوجه الاخر او الشكل الاخر للناس الطبيعيين بعدين بالنهايه الفاشينيستا او الممثل او اي حدا كان ببيته غير بالانترفيوز غير بالاعلانات اللي بيعملها غير بكل الاماكن صحيح انا مورجي اللي جوا واللي برا مورجي الشيء اللي نحن بنخبيه والعمل المختلف من نوعه بيشاركها في ستيفاني عطله اللي بتلعب دور ملك وبيكون في بينهم نوع من الكومبيتيشن في عالم السوشيال ميديا انا بغار من ليكي ملك إذا أنت مفكرة حالك مركز الكون وأنا تاركته كله مشغولة فيكي أول مرة نحن مو مصورين مع بعض قبل من أول مشهد حسيت أنه ما كنا بعدنا بالحياة صحاب سو لما جينا على المشهد الأول تعاملت أنا وياها بطريقة كتير حبيت كتير انبسطت لأنه هي كتير بروفيشنال بنت صراحة يعني وأكيد حبينا نعرف أكتر عن شخصية ستيفاني في المسلسل أنا إذا قلت لك شخصيتي فاشينيستا بتقولي سابلو إنفلونسر وحياتها عادي أبداً عكس اللي بتتصوري يعني ملاك شخصية معقدة بشكل بتشوفيها مرتبة ومزبطة حالة ولبسة أحلى تياب وعم بلبس بالمسلسل أحلى تياب It's crazy قد ايه اللوكس حلوين عن جد الستايلست عم يعمل شغل كتير حلو إبراهيم واو بتقولي هاي حياتها كتير عادي بس بتنطري وتشوفي من تحت لتحت شو بيصير بيومياتها لهالإنفلونسر هي هالإنفلونسر عن جد شو الأنجلز لأنه مثل ما لاحظتي أنتم من شوي كنتوا عم تصوروني أنا عم صور حالي بتليفوني هاي مش ستيفاني هاي ملاك عندك بهالمسلسل الكاميرا عم بتصورنا وبنفس الوقت أور فونز عم بيصورونا في كتير كونتنت عم نخلقه للسوشيال ميديا أوف أور كاركترز شخصيتنا عم بيعيشوا عن جد على السوشيال ميديا وأكيد يعني نزلت بإنستغرام نزلت بفيسبوك تشوف عن جد شو بيعملوا هالإنفلونسرز كيف بيصوروا حالهم كيف بيحكوا مع الفانز البلوجز تبعولهم كيف بيعيشون كيف بيحكوا بالفيلوجز مع الفانز عالم جديد لإلي بس very nice بونجور جود مورنينج وأهلا وسهلا فيكم بأحلى صبحية وكمان بتكون زوجة جوزيف عبود اللي بيخوض تجربة التمثيل لأول مرة وهو حكى لنا إزاي تم اختياره للدور A singer, songwriter and producer So نزلت غنيت تالت single من فترة and they saw the music video the director Mazen and he was like no let's Mazen and Sandrine actually let's see what's going on here so they called me for the audition and I went down I was nervous the first time the second they were like no خد script خد دور يوسف حضر ورجع بعد 3 ايام they gave me another chance and I'm very grateful for that it was my first experience in acting وجوزيف اضطر انه ياخد حصص تدريبيه مع ألين سعادة علشان يتحضر بشكل صحيح لدور يوسف واللي ما فيش شبه بينه وبين شخصيه جوزيف في الحقيقه اهلا يوسف ما ابغاك توتر ملاك بس ستيف طالع على الهواء بيتكلم عن وينكي فيس كلمها على رواق بكره اوكي اوكي باي ملاك قبل ما تبنك بيب يوسف بانكر شخص واصل كتير بالبوزيشن تبعه بالبانكينج فيلد جوز أحلى مرة بالعالم مرته بنظره هي ملاك والديديكيشن اللي عنده إياها مشان يساعدها ومشان يخليها مرتاحة it's crazy so بس مثل حيالله حياة زوجية تانية يعني في مشاكل وخاصة إذا الزوجة بتشتغل بالسوشيال ميديا and she's actually أكبر influencer بالميدل إيست بيخلق هيك a certain weird dynamic بيناتهم at a certain moment بيخليه يبعد شوي ويفوت حدا تاني على حياته هو ما بده هالشي وكل هدفه انه يكون عم بيخليها مرتاحة ويساعدها بالinvestments يجيب لها investors كذا وبتتطور القصة لدرجة انه تقريبا طلاق والملفت في العمل ان الممثلين المشاركين اغلبيتهم شباب ومن الجيل الصاعد وده اللي قصده المخرج مازن فياض وقت اختياره الكاست بحسب ما قالت لنا كارين تفوني مخرج العمل مازن فياض كان بده يكون ناس نجوم صاعدين نيو بلود طبعا في كمان ناس عندهم كتير خبرة او صاعدين يعني معنا مرام علي النجمة معنا ستيفاني عطلة ممثلة صاعدة وموهوبة جدا
جداً. زيف اللي هو بدور جوزة لستيفانيا عطلة كمان مغني وموسيقي وفنان موهوب معنا الفنان المخضرم أليكو داود. وأكتر حاجة ركز عليها مازن فياض هي ظاهرة المؤثرين على السوشيال ميديا وخاصة في عالم الموضة، وعلشان كده هو حب يشرح لنا أكتر عن حبكة العمل خاصة في العالم العربي. وهي الفكرة كلها إنه بدنا نضوي شوية على هالحياة يلي آخر نهار هو اللي السوشيال انفلونسرز الفاشن ستايلز they're مؤثرين اجتماعيين and suddenly they have a claim to fame just because they dress well and they love their fashion and so كل هالقصص بتلاقي العالم لحقتهم كرمالها وعندهم followers كتير and يي بدنا نكون مثل هاي ومثل هاي and they're not celebrities they're real people بس صارت حياتهم مثل حياة celebrities إنه شخص مش معروف من وراء السوشيال ميديا صار كتير معروف وإن واي العالم عملوا لهم icons. طيب بس هو الأشخاص حقيقي to start with عندهم مشاعر عندهم مشاكل عندهم أسرار حياتهم قدام الكاميرا غير حياتهم وراء الكاميرا so they put on a mask so نحن اللي عم نعمله هلأ عم نفرجي وجههم الحقيقي كأشخاص عاديين حقيقيين بس بلا القناع.